أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 1,740,000 حالة تعدي على مساحة من الأراضي بلغت 77,350 فدانا. وأضاف التقرير أن إجمالي ما تمت إزالته بلغ 402,000 فدان و400 حالة على مساحة 22,800 فدان. وأكد تقرير حماية الأراضي أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفات لإزالتها فور وقوعها. سيادة العميد، الكثير يرون أن الدولة تخسر أموالا طائلة لإزالة هذه التعديات، يعني ربما هل كان من الأجدر أنها تلزم المخالفين بدفع ربما تعويضات، أو خلينا نقول ما ستدفعه الدولة أو ما ستصرفه الدولة لإزالة هذه التعديات، من ناحية لتعويض هذه الخسائر، ومن ناحية أخرى سيكون ربما عقاب أكبر للردع؟ لا، هو على حسب الحالة. يعني في بعض الحالات، وحتى سيادة الرئيس بنفسه تحدث أن اللي هم الحزام الشجري أن هم يدفعوا الفلوس. هي الفكرة أن المنطقة دي كان سيكون فيها غابات شجرية ثم تحولت لفيلل، ففي هذه الحالة لم يحدث ضرر، يعني ما حصلش ضرر، يعني يكون انك ممكن الحزام، وفي الحته دي بيتم التصالح وتم اعطائهم فرصه، ودي كانت كميه كبيره ومبالغ ضخمه ومصر استفادت. لكن في بعض التعديات لا يمكن التصالح فيها، ومنها على سبيل المثال الارض الزراعيه. الارض الزراعيه، تبويل الاراضي الزراعيه هتنشئ حاله ان تعدى على اراضي الدوله، وعندما تتعدى على اراضي الدوله ربما تتصالح فياخد الارض، هي ارض زراعيه باسعار بسيطه تتحول الى اراضي مباني بملايين. فالفكره في كقاعده قانونيه لا يستفيد المجرم من جريمته، فمن تعدى هو مجرم. فكون ان انا اقول له تصالح في تعدي ادى الى خسائر، يبقى انا معنى كده اقول لاي واحد بقى اقتل واستفيد من جريمتك وادفع او اسرق او اغتصب او وات ايفر يعني. فلكن الدوله مراعي ده تماما. وبالمناسبة تكاليف إزالة التعدي بيدفعها المتعدي، يمكن في ناس ما تعرفش الموضوع ده، يعني الدولة ما حدش يتخيل إن الدولة هتحرك معدات وهتحرك ده، ولا المتعدي نفسه هو الغرامات بيدفعها وبيدفع تكلفة المعدات. بيدفع المصاريف طبعاً بدون غرامات ولا مصاريف؟ لا، الغرامات ما لهاش علاقة بإن أنا طلعت لودر وبلدوزر وقوات بيدفع تمن كل حاجة. مصاريف بتدفع. لا، مصر الحمد لله متنبهة ما تقلقوش. فرضت